أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. نهار اليوم تشكلت الغيوم الركامية الرعدية فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، هطلت زخات رعدية من الأمطار فوق مرتفعات جازان، أجزاء من مرتفعات عسير والباحة، وأيضا أجزاء من مرتفعات الطائف. توقع خلال الأيام القليلة القادمة أن تستمر هذه الأمطار الرعدية بالتشكل بشكل متفرق وعشوائي خلال ما تبقى من الأسبوع الحالي. تفاصيل أكثر حول هذه المعلومة تحديدا نستعرضها في هذه الخرائط لتوزيع الأمطار المتوقعة من نهار اليوم الأحد وحتى منتصف الأسبوع. يوم الأحد تبقى المنطقة الجنوبية الغربية تحت تأثير هذه الغيوم الركامية الرعدية الموسمية، تشمل مرتفعات جازان، عسير، الباحة وأيضا مرتفعات الطائف. يوم الاثنين لا تغيير على الحالة الجوية، تستمر الغيوم الرعدية بالتشكل فوق المرتفعات الجنوبية الغربية مع تراجع واضح مقارنة بيوم الأحد، في حين تنخفض درجات الحرارة هذه المرة فوق المنطقة الشمالية مع بدء الهبوب لتيارات غربية ذات درجات حرارة أقل من المعتاد قادمة من شرق البحر المتوسط أو عبر منطقة بلاد الشام نحو شمال الجزيرة العربية. يوم الثلاثاء تستمر أيضا الغيوم الركامية الرعدية بالتشكل فوق المرتفعات الجنوبية الغربية لكن تكون بشكل ضعيف وعشوائي ومحلية الطابع. نستعرض الآن تفاصيل التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال الثلاثة أيام القادمة. يوم الاثنين أتربة مثارة مع 37 إلى 23 درجة مئوية، يوم الثلاثاء تفرق لبعض الغيوم 37 إلى 25 درجة مئوية، ونفس الأجواء والحرارات متوقعة يوم الأربعاء. بالنسبة للتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، تتفرق بعض الغيوم العالية بدون فعالية مع 25 درجة مئوية كحرارة مقاسة، المحسوسة 24 رطوبة منخفضة، والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. صار الآن وإياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي المدن السعودية ليوم الاثنين. نبدأها شمالا، تبوك رياح نشطة مع 39 إلى 21 درجة مئوية، سكاكا 36 إلى 25، وعرعر 35 إلى 23 درجة مئوية. المنطقة الغربية المدينة المنورة 40 إلى 30، جدة 34 إلى 31، مكة المكرمة 40 إلى 29، والطائف زخات من الأمطار مع 31 إلى 23 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية الباحة 28 إلى 21، رياح نشطة وتربة مثارة في أبها 28 إلى 15، وجازان 36 إلى 28 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 37 إلى 25، حفر الباطن 37 إلى 23، والإحساء 37 إلى 21 درجة مئوية. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض أتربة مثارة 37 إلى 23، بريدة 37 إلى 24، وحائل 36 إلى 25 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.